بقاء الأجزاء من عدمها، ده معنى بيقول وإنما اعتبارهم في الغدير العظيم، إنهم دققوا في هذا الشرط، وبتحرك أحد الطرفين بتحريك الآخر، إنما هو كلام في جهة غلبة الرأي في وصول النجاسة الحاصلة في أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ولا لا، وليس هو كلاما في أن من الماء ما ينجس بحصول النجاسة فيه. الإمام الشافعي عنده المية بتنقسم قسمين، قلتين وما دون الإيه القلتين، اللي هي القلة حوالي 250 رطل تقريبا، صح ولا كانت كام؟ يعني مجموعهم حوالي 500 رطل، يعني والرطل 408 جرام، يعني تدخل لك في بتاع 300 لتر تقريبا، 200 لتر تقريبا تقريبا. فعنده ما دون القلتين يتنجس بسقوط الايه النجاسة فيه، وما زاد عن القلتين لا يتنجس إلا بظهور آثار الايه آثار النجاسة. فكأن عنده ماء لا يتنجس إلا بالظهور الأثر، وعنده ماء يتنجس زي ما احنا بنقول. والإمام مالك عنده الماء مطلقا لا يتنجس إلا بظهور الايه إلا بظهور الأثر. احنا بنقول الماء يتنجس لا بظهور الأثر ولا بالكمية، وإنما بوجود أجزاء النجاسة وغلبة الظن في وجودها. ولكن طريقة الخراسانيين لما استخدموا مسألة العشرة أذرع في عشرة أذرع قلبت شافعية. قلبت شافعية إزاي؟ إنهم قالوا إن المية إذا كانت عشرة أذرع في عشرة أذرع فهي إيه؟ لا تتنجس إلا بظهور أثرها والكلام ده كله. ودي الطريقة مغايرة تماما لطريقة العراقيين. وإنما فهنا منقول العشرة أذرع عن عشرة أذرع عن محمد بن الحسن في أحد الروايات يعني، ومنقول عن المتقدمين. ولكن هنا الجصاص بيقول كل العبارات اللي نقلت ديت فكرة الغدير العظيم زي ما قال، زي ما قال لنا الطحاوي، حكمه حكم البحر، أو إلا أن يكون بحرا أو ماء حكمه حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه. بيقول كل دوت علة فقط لانتقال الأجزاء من عدمها. ففي الحقيقة مسألتين دايما بيخلط بينهما في الكتب، معرفش ليه. المسألة الأولانية انتقال النجاسة، والمسألة التانية وجود النجاسة. فمسألة وجود النجاسة، المية دي لو قعدت تقلبها كده هتوضى منها ولا مش هتوضى منها؟ والمسألة التانية لو واحد ألقى حاجة هنا وأنا الناحية التانية، توضى ولا ما توضاش؟ فهم مسألتين في الحقيقة وليست بمسألة واحدة. وعلى قياس العراقيين المعنى فيها واحد ومضطرد. فعندهم لو غلب على ظنك انتقال أجزاء النجاسة إلى الناحية التانية مش هتتوضى. لو غلب على ظنك ان المية كلها تنجست مش هتتوضى. يبقى العبرة عندي بغلبة الظن في وجود الايه في وجود الاجزاء. ولكن الفارق بس ان احيانا ممكن تكون الاجزاء لا تنعدم ولكنها تنتقل. يعني ايه تنتقل؟ علشان كده مثلا لو واحد بيتيمم بيغتسل من البحر او من النهر، ففي نجاسة، خروف ميت، حمار ميت، فما يجوزش الاغتسال من تحتيه من مي. يعني اجي مي الخروف اهو مثلا، اروح انا جاي متوضي او مغتسل من الحتة دي ليه؟ لان في قطعا في المية الملامسة للجثة ديت في نجاسة، لكن اتوضى من ايه من ناحية بعيدة هتكون على ما انتقلت النجاسة تكون تلاشت او لم تنتقل اصلا. فدوت معنى كلام العراقيين. فهو ممكن يكون بحر عظيم ولكن لسه في نجاسة. فانت لو شايف النجاسة، لو واحد مثلا متبول وانت شايف بقعة البول مثلا في البسين او في غيرها، والبسين ده ضخم، ما ينفعش تيجي تتوضى من موضع القذر دوت نفسه. ففي مسألتين، مسألة انتقاله للطرف الاخر ومسألة انعدامه. أحيانا بيتلازموا ازاي؟ ان هو على ما ينتقل بيكون تلاشى، وده بتحصل دايما في البحار والأنهار. وأحيانا ممكن يكون لا، المية لسه ما انتقلش ولكنها انتق... يعني لسه ما تلاشاش ولكنه انتقل بسرعة إلى الناحية ايه التانية. لو تصورنا انها أناية جارية، أناية مثلا بعرض الترابيزة دي، فحد بيلقي نجاسة هنا، فهي لصغر حجمها ممكن نقول ما تتوضاش هنا. ليه؟
لان ما ظنت ان المي النجاسة انتشرت في العرض القصير دوت كبيرة، وان كان هتنتقل بعد دقيقتين، فعلى الاقل استنى دقيقتين لغاية ما ما المية تتحرك. فبالتالي هما مسألتين، مسألة الانتقال مش ملازمة لمسألة الانعدام، وان كان كل انعدام يمنع الانتقال، ولكن احيانا قد يتأخر الانعدام عن عن الانتقال. ده اللي عايزين العراقيين عايزين يقوله لي. فبالتالي يبقى غلبت الظن ان في اجزاء نجاسة دلوقتي ولا ما فيش اجزاء نجاسة. فلو غلبت الظن ان ما فيش الاجزاء يبقى توضع عادي. طيب السمرقنديين قالوا ايه؟ قالوا والله كلامكم هنقبله في المير في هنفرق ما بين نوعين من النجاسة، نجاسة مرئية ونجاسة غير مرئية. فاحنا معاكم يا عراقيين في البحر والنهر، ان هو المرئية وغير المرئية واحد في البحر والنهر، ما ينفعش اتوضى في موضع سقوط النجاسة لغاية ما يغلب على الظن انها اتحركت. اما في الماء الراكد هنفرق ما بين المرئية وغير المرئية، فحنقول غير المرئية مش هينفع اتوضى طول ما انا شايفها لغاية ما تنعدم وتتحرك، عذرا مرئية، المرئية مش هينفع اتوضى طول ما انا شايفها لغاية ما ما تتلاشى او تزول. والمرئية غير المرئية بقى هينفع اتوضى لان انا مش شايفها، والاصل هو هو الطهارة واليقين لا يزول بالشك. الجصاص هيقول لهم او العراقيين هيقولوا لهم ده الكلام ده لو شك متوهم، لكن لو شك قائم على ان انا عارف ان في اجزاء نجاسة هنا يبقى ده مش شك، ده يقين، ده يقترب من اليقين. ما هو بيتكلم في الغدير العظيم، ما تكلموش في القليل، فالغدير العظيم في الناحية التانية. فالكلام لانهم متفقين لو اثرها ظاهر فهنا ما ينفعش. فهنا فالجصاص هيقول هنبص غلب على ظن انتقال الاجزاء ولا ما غلبش، لو ما غلبش يبقى توضى، ولو غلب يبقى استنى لغاية ما الاجزاء دي تروح ان كانت يمكن ان تروح، لانها ممكن تكون كتيرة وما تروحش. يبقى كلام العراقيين سهل وبسيط ومنضبط، العبرة المية دي فيها نسبة نجاسة ولا ما فيهاش نسبة نجاسة، بس كده، وده مسؤوليتك انت الشخصية في التقدير هذا هذا الامر. السمرقنديين تفلسفوا شوية في مسألة اليقين لا يزول بالشك والكلام ده كله. والخراسانيين اصلا قلبينها شفعية خالص، قلبينها شفعية ليه؟ لانهم اصلا دخلوا قضية العشرة ازرع في عشرة ازرع واعتبروها انها اصل في تنجس الماء من عدم تنجس الماء، وده اصلا بعيد عن اصول ابو حنيفة. نعم بتنجس برضو، المجاور بينجسها، المحيط بيها لا تظن، محيط بيها الملامس ليها اللي بيلامسها بيقعد يتنجس منها. ما الملامس دوت ليها ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، على حسب تقديرك انت. ابو حنيفهش هيقدر تقديرك انت، تساليني انا تقديرك انت ولا تقديري انا؟ بتختلط اهي، مش اهو الالم ده مختلط بالميه، الكوبايه اللي احنا بهدلناها معانا النهارده دي، الالم ده مختلط بالميه ولا لا؟ ما اعرفش، دي حاجه ترجع لك انت، انا مالي. انا والله لو شايف ان في مؤاخذه كاكا في الميه هنا تمام، مش هروح اتوضى من هنا رغم ان ده مش ملامس ليها، بس هروح لو شفت نجاسه صلبه موجوده. نعم نجاسه صلبه هي عايمه طافيه على الميه، حمار ميت اهو، فانا مش هروح اتوضى من هنا رغم ان ده مش ملامس، بس ده الميه عماله تتحرك، فعماله فالسائل ما هوش سائل صلب، ما هوش الشيء اللي بيطفو في الميه دوت بيطفو في وسط متجمد، الميه طول عمرها بتتحرك. بس فابعد قد ايه دي ما تسالنيش فيها، دي تسالي نفسك فيها، ابو حنيفه هيقول لك ايش. فدوت المعنى، اتفضل. انعدام الاجزاء، انعدام الاجزاء ب
بانعدام الأجزاء نسبة. جبت معلقة سكر وحطيتها على جردل، هل يسمى ان انا ساعتها في سكر في الجردل؟ نسبة. المية غلبت ظن، انا مالي غلبت النجاسة وقعت دلوقتي، والله شايف انها ثابتة، روح اتوضى من الحتة التانية خلاص. يبقى انت الغالب على ظنك ان الحتة التانية طاهرة وان المية ساكنة. فين السؤال؟ اي مش واضح يعني. ايه ما هو الراجل اهو مصرح بيقول كل ما تيقن فيه جزءا من النجاسة او غلب ذلك في رأينا. الراجل بصرح، هنقول ايه اكتر من كده؟ فهو نجس لا يجوز استعماله. فانا لو غلب على ظني ان هنا في نجاسة ما تتوضاش. بتسألني ليه؟ والدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وان لم يتغير طعمه او لونه او رائحته قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. والنجاسات من الخبائث لانها محرمة. وقال حرمت عليكم الميتة والدم، وقال في الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء. فعموم هذه الآيات يوجب تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة، إذ كان في استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله. واضح؟ فيبقى هنا في نجاسة. مشكلتنا ان انت بتوصل نجاسة للبدن، لو ما هيش في نجاسة يبقى القضية مش بتاعتنا. والماء وإن كان مباحا استعماله في حال انفراده عن النجاسة فإن وجود النجاسة فيه يرفع حكم الإباحة، لأن استعمال المباح ليس بواجب والامتناع من المحظور واجب. يعني لا يقال انك انت تعارضت الشك مع اليقين، واليقين انك انت يجب عليك استعمال الماء، فيجب عليك عند الشك في سقوط النجاسة فيه ان يظل استعمال الماء. فبيقول مين قال ان استعمال المباح واجب؟ استعمال المباح ليس بواجب، وانما الواجب بيقين هو الامتناع من المحظور، والامتناع من المحظور ان انا متيقن بوجود ايه؟ نجاسة. فدوت هو الواجب بيقين. بالعكس يعني مش صح. نعم صح. فإن قال قائل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، صحاح ما عرفش المحقق تقريبا كان سرحان دي آخرة الكوي البست، تمام. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما فيش أي معنى إذا بتقوا وأمنوا وعملوا يعني. المحظور مقدم، إذا تعارض الحظر مع الإباحة بنقدم الحظر في العبادات. غلبة ظن مش شك، الشك دي قضية تانية ما لناش دعوة بيها. غلبة الظن إن في نجاسة، الشك دي مسألة تانية خالص، هتأتي مسألة الاجتهاد ديت. نعم. فإن قال قائل قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ومعناه مطهرا، فهو من حيث كان طهورا وجب أن يزيل حكم النجاسة وينقلها إلى حكم نفسه بتطهيره إياها. فالدليل إن هو الماء طهور فيبقى لازم يطهر كمان النجاسة. قيل له قد اتفق الجميع على أنه لا يطهرها ولا ينقلها إلى حكم نفسه إذا كانت مرئية فيه. كلنا متفقين على ان المية اللي ظهرت فيها اثار النجاسة نجسة، يبقى بالتالي يبقى الاستدلال بتاعك بمنطوق الآية دوت مش معاك. هو في الحقيقة في المسألة دي برضو احنا متحدين مع الامام الشافعي، هو الخلاف بس في مسألة القلتين علشان ورد فيها الايه
الأثر. فهو نوع معين بس من الماء هو اللي اعتبره خارج عن القياس لورود الايه، لورود الأثر. فاحنا برضو هنا من المسائل القليلة اللي احنا اتفقنا فيها مع الايه، مع الشافعي على مالك يعني رضي الله عن الجميع. فكذلك يجب عذرا فيقول ولا ينقلها الى حكم نفسه اذا كانت مرئية فيه او ظهرت فيه رائحتها او طعمها او لونها. فمعنى كده لا، فانت بتقول ان المية مطهرة يبقى حيلزم منها ان المفروض تبقى مطهرة لو ريحة النجاسة او لون النجاسة كان ظاهر وانت بتقول انها نجسة، اذا فهي ليست بايه، ليست بمطهرة. فكذلك يجب ان يكون حكمها اذا كانت معلومة فيه، لأن النجاسات يحرم علينا استعمالها من حيث كان معلوما وجودها فيه دون أن تكون مرئية. ألا ترى أنها إذا كانت في ثوب منعت الصلاة فيه سواء كانت مرئية أو غير مرئية، إذا كانت معلومة فيه يبقى العبرة بوجودها مش بأنها مرئية ولا غير إيه؟ مرئية. فثبت أن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لا يعترض على حكم ما تلون من الآية. فإن قال قائل، نخد الاعتراض ونختم به، فهي إذا كانت قليلة صارت ماء ولم تكن نجاسة. النجاسة إذا كانت قليلة صارت إيه؟ صارت مية لقلتها. قيل له هذا خطأ، لأنها لو أمدت بأمثالها لظهرت. ولو كانت الأجزاء اليسيرة من النجاسة، ولو كانت الأجزاء اليسيرة من النجاسة إذا كانت خفيفة استحالت ماء لكانت الزيادة فيها من أمثالها، لكانت الزيادة فيها من أمثالها لا يوجب ظهورها في الماء وظهور طعمها ولونها، لأن كل جزء حصل فيه من تلك الأجزاء يستحيل ماء فلا يظهر عين النجاسة. فبيقول لو كانت مجرد النجاسة القليلة اللي وقعت تحولت إلى ماء تلقائيا للزم منه ان احنا لما نحط امثالها زيها بنفس المقدار مرة والتانية والتالتة والرابعة انها يفضل برضو مية، بس فجأة بنلاقيها ظهرت اثر النجاسة. فده دل على ان الاولين لم ينعدم، وانما ايه، ما كانش ظاهر فقط. ما دامت قليلة لانعدامها حكما، لكن هي ما بنقولش انها منعدمة بدليل ان لما ينضاف اليها اجزائها بتصير يعني مش فهو ما قالش انها انقلبت ماء، فهو مش عايز يقول ان المية كل ما بتلاقي نجاسة بتروح مطهراها، هو ده اللي عايز يقول. بيقول لا دي موجودة بدليل ان احنا قلنا ان الماء الغدير العظيم ده لو زدت فيه من الساقط من القدر الملقى حينجس برضو. فانا لو كنت بقول ان الميه بتطهر، هو بيرد دلوقتي على الدعوه بان الميه بتطهر النجاسه تلقائيا، كل ما تلاقي ميه كل ما بتطهر. ايوه احنا ما بنقولش في فرق ما بين حكم الماء وفي فرق انها صارت ماء، هما احنا ما بندعيش انها صارت ماء، انها صارت معدومه حكما، عفوا بالظبط، انها امر كالعدم. الدعوه هنا اللي بيرد عليها انها بتتحول الى المائيه، فبيقول لو كانت بتتحول الى المائيه للازم منه ان احنا كل ما نحط بنفس المقدار على مراحل انها ما تتحولش الى نجاسه، ما تظهرش فيها نجاسه. لا طبعا، لان احنا مقرين انها معدومه حكما، لو زادت مش هتصير معدومه حكما، هتصير متحققه الوجود بس، والزياده لا تكون الا بالامثال. فمعنى كده ان اصلها موجود، واحنا مقررين باصلها موجود، ولكن اصلها موجود في حكم المعدوم لقلته، لكن لو جاء من جنسه لانتفى الاعتبار، فالاعتبار في حاله معينه فلا يعترض علينا بحاله اخرى على الحاله اللي احنا اعتبرنا فيها القله ديت. ماشي، نتوقف هنا. حد عنده سؤال؟ لما استدل بإيه؟ بالكسرة؟ استدل على إيه بالتكرار؟
صحيح. اه طبعا بعيد جدا ان هو المبالغة تفيد التكرار، المبالغة لا تفيد التكرار. احيانا عندما يتعذر حملها بنحملها على التكرار، زي ما هم ربك بظلام للعبيد، فهنا استحال كون ادنى ظلم منه فحملناه ان هو لا يقع منه ظلما لمجموع العبيد. فهو واضح المعنى، لاستحالة المعنى مش اكتر، حملناه على التكرار. كثير الضرب تحتمل، بس لابد من وجود قرينة تصرفها عن المعنى المراد. لا، المعنى الظاهر هو انه هو قاطع في متحقق فيه المعنى كأقصى ما يكون، مش كثير. الكسرة ليها صيغ أخرى زي فعال مثلا، فعال. لا، في صيغ بتدل على الكسرة وفي صيغ بتدل على تحقق المعنى. الفعول لا تدل على الكسرة. نعم. عن البدن في الاغتسال وعن العضو في الوضوء. عشان كان بيغتسل والبدن كله عضو واحد في حال الاغتسال.